جزاك الله خير. السلام عليكم شيخنا. بالنسبة للزوجات، الزوجة في الجنة هل تحصل مع زوجها أو تدخل مع زوجها الجنة أم يكون لها حل أو وقت آخر؟ الله أعلم والله خير. لو وعد بالجنة والله أعلم. نعم. قد تطع زوجها هذا وقد تطع زوجها آخر. الله أعلم. في حديث في ضعف. نعم. إنها إذا كان لها أزواج تخير. نعم. تختار أحسن من فلقة لكن تتجلد واحد. تتجلد واحد. وإنها موعود بالجنة والله يعطيها من أزواج ما يشاء سبحانه وتعالى. هل تتحول إلى حورية أم تكون مثلا؟ الحور الحين وأهل الدنيا غير. نعم. الدنيا أفضل من الحور. نعم.